اغلب الجهات السياسيه الماسكه في الحكم لا تحترم المرجعيه. عجيب. ومتمرده على المرجعيه، وعلى المرجعيه ان تتبرع من هذه الاشكال ومن هذه الاحزاب وبفتوى. مو يعني لهالدرجه العد، ليش يروحون للنجف؟ المرجعيه ليش يروحون للنجف العد؟ الانبياء العلماء خليفه الانبياء. ليش يروحون للنجف ولازم اذا صار امر سياسي لازم يوصلون للنجف وياخذون راي المرجعيه؟ مو تمام؟ اي واحد من المرجعيه يدعم هذا النظام السياسي فهو آثم. هاي فتوى دكتور سلام. هذا منطق، هذا منطق. سيد علي عليه السلام قال: لم يبقي لي الحق صاحبا، ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. شنو بنضحك احنا على الدين؟ بنضحك على القيم؟ بنضحك على الاخلاق؟